رجليا يا جوليبي، رجليا جيده لطيفه. ايه؟ امال لو بنعمل لك عمليه قلب مفتوح؟ الحمد لله مفيش لا كسر ولا شرخ، هو مجرد لوي بسيط. سوري انا الاربك بتاعي ضعيف، يعني لوي دي يعني هيبقى كويس بكره ويتنطط؟ بكره ويتنطط؟ لا على ايه بكره؟ بعد ساعتين بالظبط. الله. بس هنضطر تحط رجله في الفرن، بس يا ريت من تحت مش من فوق عشان ما تلسعش وما تفتحوش، لا رجله تقب. اوكي بس هو مش هيلف شويه على فرن؟ مفيش حاجه على مقاسه. لا ليه، ما في عربيات بتخش الفرن. فرن عربيات نسمكره. شوف الطب البديل بقى، ده الطب البديل. انا هزر. راح اسبوعين ويتعرض على اخصائي علاج طبيعي، انا ربطت دلوقتي. جنابك ربطها لي يا ربطة الرباط الصليبي. لا الرباط الصليبي بيجي للي بيفهمه، ده رباط عاده. عاده؟ انا مش قادر افهم، يعني هو بيروش ولا بيتكلم بجد؟ انت بتروش ولا بتتكلم بجد؟ لا انا بروش وبتكلم بجد، ميكس الاثنين مع بعضيهم. راح اسبوعين ويتعرض على اخصائي علاج طبيعي، ولو حصل له حاجه انا بحملكم المسؤوليه كامله. كام داون، احنا جايبينه لك. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ هنروح هنشوف اخصائي علاج طبيعي يشوف رجله. هنلاقي حاجه زي كده في المزاريطه؟ اذا كان مش لاقيين شيبسي مملح هنلاقي، هنجيب اللي بتقول عليه ده. جوني سيب باب الامل مفتوح، ما تخلوش مهم. ده كلام فاضي بقى، زي الدم عمره ما يبقى ميه، وده عمره ما دم ما يبقى ميه، وصوابع ايدك مش زي بعضها، ما فيش حد حتى ايديها مش زي بعضها يعني. ما تتفضلوا ترتاحوا، اجيب عصير وبتاع. معقول مره تشرفوني في الوحده ما تاخدوش عصير ولا اي حاجه؟ لا شرف. اتفضلوا، ده مكان اكل عيش، يلا خدوا الجثه دي واتكلوا على الله. امشوا. ممكن تكون دكتور، ده هيرش ميه كمان شويه، ده كبابجي. امشي يلا يلا، احنا مش ناقصين هزار. شفت بقى حضرة العمدة الدنيا ضيقة ازاي؟ قلت لك هتلف تلف وترجع تلاقي حمدي كاتر. وانت برضو ليك في العلاج الطبيعي؟ عهد مين ده؟ طبعا عهد جامد. والعشرة دول؟ انا خريج معهد الطيران. طب ايه البوينت؟ مش فاهم. لا اصدقائي اخصائي اجتماعي واللي دكتور فبتعلم منهم. من عشر الام ستايل. ده غير بقى تصنيع الاجهزه الكهربائيه، الكترونيات، حاجه ولاعه، موبايل. تعال بقى حضره العمده، الرزق يحب الخفيه. شفت الصايع بيسوق نفسه ازاي؟ انت خساره في البلد دي. شوف انا بلا فخر. يا بنت يا مؤاخذة، أنا بلا فخر يا حضرة العمدة، حطني كده في أي حاجة، لا مؤاخذة في أي مكان أسد فيه وأشتغل. جوني على فكرة الراجل ده هينفعنا جامد جدا في الماتش، إحنا مش معانا دكتور. الراجل ده بيفهم، والله العظيم الراجل ده بيفهم، هو شكله ما يديش، بس شكله كده تلاقيه سمح ويقدر المواهب التي تعمل جاهدة على أي حالة تجدها. خلاص تعجبني أنا صداع نصفي يا أخي، مش ممكن. ليه؟ احنا عايزين دكتور مش راجل بتاع علاج طبيعي. لا ما انت هتلاقيني معاك دكتور ماشي، علاج طبيعي ماشي، احمال بدنيه ماشي، تدليك تسليك. ده كلام، الكلام طول عمره رخيص. قدامنا اهو حاله عمليه، راجل نايم على السرير، الدكتور بيقول قدامه اسبوعين عشان يقف على رجله، واحنا عندنا ماتش مهم بكره. يفهم ايه الدكتور في اللي انا فاهمه؟ اسبوعين ايه؟ الراجل ده ساعتين زمن هخليه يقوم يرمى على رجله دي زي خلاص يا عم بقى. الله، احنا تصلناك بعربيه، امال هتعمل ايه لما نبتدي الجلسه؟ ايه ده؟ هو انت ناوي تعمل ماي جاد، انت ناوي تعمل فيه ايه؟ لا دي حاجات بسيطه كده عشان لو عنده حاجه معوجه بتاع بومبي نستعدلها له. طب هو انت ناوي ترده على البارد ولا هتدخله فرن؟ حلو. لا هم خبطتين على الهادي كده، وان شاء الله الموضوع كله هيتظبط. هو اهم حاجه تجيبوا لي حله كبيره فيها ميه سخنه مغليه. دكتور حمدي دلوقتي الراجل ده رجله بتوجعه مش حامل. هو انا مش دكتور ولا ايه؟ يعني انت هتعلمني شغلي؟ ما انا فاهم دي منطقه الكارع، لازم تتسيح الاول. كل ده ملوش لازمه. خلاص بقى، خلاص بقول لك هيسيح. جود لاك، سي يو ان هيل مان. ما تنسانيش بقى يا عمده، ما تنسانيش بقى بموضوع الفرقه دي. ها وانا الراجل ده يعني هخليه يقوم تمام التمام. انت معانا ان شاء الله، بس اهم حاجه يقف على رجله تاني، لان ده اهم لاعب عندنا. يعني انا خلاص معاكو بس، وانا اوعدك الراجل ده هقفله تقفيله ما تخرش الميه، بحيث ان انت لو عايز تبيعه لاي فرقه تانيه اتحداك لو اكتشفوا ان هو عنده خبطه قديمه ولا بارومه. طب انا عايزه فابريقه. باي باي. بعمل لما ألف سلام. بيلي بيه رايح فين وهتعمل لي مع الراجل ده وحدية؟ اسكت خالص. اهدى وتشاهد.
وبعدين يا جوني هنلعب ازاي من غير فزاع؟ ده اسرع لعيب عندنا في الفرق. بص انا المره دي مش متشائم قوي يعني، لان بصراحه شفت امل، شفت امل في عين دكتور حمدي كتب بجد يعني. اي هوب ان يرجعوا فعلا فابريكا. اسكت خالص. لسه عندك امل؟ ريست ان بيس برو. وقف عندك يا صرمة يا كبير. ما تضربش نار يا كبير، تضربش علي نار، ده تبعي. تبعك كيف؟ معايا في الفرقة مش كده؟ ايوه كده والله العظيم. مش انا معاك في الفرقة؟ ايوه يا عم انت هتفضحنا يا غبي. طبعا مين يعمل كده ليه؟ مش عارف، يمكن رجالتك افتكروه حرامي وهو نازل من عندي، فانت عارف رجالتك ما بتتفهمش. طب بعد اذنك بعد كده لما يجي لك حد في انصاص الليالي ابقى قول لنا. حاضر. اوكي يلا يلا كل واحد يروح لحاله. يلا ثانكس. خش بقى عشان الساعه. ساقع ما ساقعاش مالكش صالح. اي خدمه يا معلم. ربنا يبارك لك يا عمد. ما عرفش اقول لك ايه. قول لي جوني، قول لي براذر، يعني انا متواضع ما تفرقش معايا الالقاب. انت اسمك ايه بقى؟ انا اسمي قطر. باين عليك باين عليك. حد برضو يجي يسرق دوار العمده. اسرق؟ قطر يسرق؟ يا عمده ده احنا كنا بنلعب كوره، كنا بنلعب كوره بره والكوره وقعت عندك في الدوار، فانا نطيت اجيبها ولا اسيبها؟ انا قلت اجيبها بدل ما اسيبها وحد تاني يجي ياخدها. ده انت ادائك فيك قوي قوي يعني، اوحش من ريدج بتاع ذا بولد اند ذا بيوتيفول. ايه اللي هو الجريء والجميلات ولا جريء وطعمات بتاع استاذ نور الشريف؟ طب انت بتقفلني منك ليه دلوقتي يعني؟ ليه؟ انا كنت عايزك في مصلحه. بص يا معلم، انا متاكد انت كنت جاي هنا عشان تعمل ايه؟ جاي تسرق، وانا مش هرجعك ايدك فاضيه. خد دول فلوس. خدهم كلهم. لا